فاش كنكونوا في الابتدائي كيسقسيك الاستاذ شنو بغيتي تكون في حياتك، يعني شنو بغيتي تحقق، شنو الهدف ديالك في الحياه. التلاميذ كاين واحد المجموعه كيقولوا بغيت نكون طبيب، واحد المجموعه بغيت نكون مهندس، شي بغي يكون مهندس شي كيبغي يكون طبيب. طبعا هذا هو اللي كيكون شائع بزاف، كاين واحد المجموعه كتمشي عند الاستاذ كتقول له انا بغيت نكون استاذ بحالك ولا أستاذة بحالك، انت هي القدوة ديالي. مع مرور الوقت لا الطبيب كيولي طبيب، ولا ديك اللي كيقال انا بغيت نولي مهندس كيولي مهندس. اللي كينجح في حياته حاليا داكشي اللي شفنا حنا هما ديك اللي قالوا بغيت نولي أستاذ بحالك، ماشي حيت ولاو أساسيد، حيت عرفوا من الصغر ديالهم كيفاش تقدر توصل في هاد البلاد بالمسيح ديال الكعب.